كنت تبحث عن شقة سياحية للإيجار في سكاريا أو مهتم بالحصول على معلومات عن شقق سياحية في سكاريا، هذا الفيديو إليك. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكل متابعينا الأعزاء، وإذا كنتم أول مرة تشاهدون قناتي أدعوكم الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. مهم، أهلا وسهلا بكم. هسه تدرون بدأ موسم السياحة التركية وهو يسألوني عن شقق السياحية بسكاريا، فسأعطيكم هذا الفيديو لبناية تتألف من 4 شقق، طابق أرضي وطابق أول وطابق ثاني وطابق ثالث. هذه الشقق حلوة ومفروشة بالكامل، مدفعة فواتير وموقع ممتاز، تقع في مركز المدينة وتبعد عن شارع الهولندي 10 دقائق مشي تقريبا. بس تفضلوا وياي، خلي نشوف الشقق وبعدين نرجع نسولف بالأسعار.
يجي السكاريا لشراء عقار أو سيجار شقة لغرض الإقامة، هاي الشقق أيضا هم تفيدة. ليش؟ يعني يجي خصوصا أول مرة ما عنده فكرة عن مدينة سكاريا وعن مناطقها، وحتى لو عنده أصدقاء أو أقارب ومطيه فكرة بسيطة هذا مو كافي، يعني لازم هو بنفسه يفتر ويدور عن المكان الناسب إليه. يعني يكون ناس تفضل السكن يكون قريب عن مركز المدينة، أو يكون ناس تفضل ابتعاد عن مركز المدينة وتبحث عن الهدوء. وهسا شفت الشقق، هاي فواتيرها مدفوعة بالكامل، ماي وغاز وكهرباء وحتى انترنت. مثل ما قلت لكم موقع ممتاز وقريب عن شارع الهولندي، وسعر الإيجار اليومي للشقة 250 ليرة يعادل تقريبا 30 دولار، والإيجار الشهري للشقة 5000 ليرة يعني تقريبا 600 دولار. واللي حاب يتواصل وياي راح يظهر رقم الواتساب على الشاشة، وايضا موجود في صندوق الوصف. بس عندي ملاحظه، اللي يجي سكاريا متوقع
وفرة بالمطار باصات توصل مباشرة إلى سكاريا. والأدى عائلة يحتاج سيارة خاصة، أقدر أوفر له سيارة تستقبلهم من المطار وتوصلهم إلى سكاريا. بس طبعا لازم يبلغني قبل أسبوع أو 10 أيام حتى أرتب الأمور. هذا المول وراي تشوفوه اسمه أدامو، هو صح صغير بس حلو مرتب، يقع في منطقة أريدا. أتمنى استفدتوا من هذه الحلقة، لا تنسون تدعموني بلايك وسبسكرايب، لأن هذا يشجعني على الاستمرار بالقناة وتقديم كل ما هو جديد. وشكرا حلقة مع الجميع حتى كل يستفاد. معطي تحياتي قرش روس.